انا الحقيقه سعدت جدا بالفن اللي بيقدمه الفنان حسين نوح، وهو ده اللي احنا يجب نشجعه ويجب نكون حواليه، لانه ده اعاده بعث للفن والتعبير وحريه التعبير عن ما في انفسنا. ما ينفعش مثل هذا الفن يا فندم، الكلام ده ما ينفعش في مبادئ، في مبادئ. اه طبعا المهم الشباب نشجعه، علشان الـ القوة الناعمة تحتاج إلى أجيال وأجيال وأجيال، والشباب على رأسهم. شكرا.